أسبوعان مرا على بدء العام الدراسي، وما زالت الطفلة وردة ذات 7 سنوات تراقب الفتيات الذاهبات إلى المدرسة متمنية أن تصير مثلهن وأن تلبس الزي المدرسي، وحقيبة تعدد وردة محتوياتها التي تحلم بها. شد راس شدي البنات شد فاتير شي قلامات. لا تخفى مشكلة وردة عن أنظار مدينة تزدحم حول منزلها الذي يعبر عن حال شريحة تقبع في هامش الحياة. يوفر يلا حق الأكل حقهم، ولا قفعتني دخلت بنتي زمان مدرسة علمتوها مشان تتعلم على نفسه مستقبل كمال البنات. والد وردة لا يتذكر فقط رحلة النزوح القصري من منزلهم في لحج، بل يتحسر على ظروف أجبرته على ترك التعليم، ولا يريد المأساة الأمية أن تتكرر مع أبنائه. كان داخل لحج وضعنا كان تمام يعني، وبعدين استولى القاعدة يعني حق أبيان وحق لحق ما استولى القاعدة، نزحنا لا هنا مع النازحين، وده بيتنا حرق، خرجت من المدرسة والظروف، ودحنا أنا معناته بنتي الشاه تدرس. الأمية المفروضة على كثير من هذه الفئة عامل أساسي على بقاء حالهم دون أي تطور يضمن لهم كرامة العيش. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.